طبقنا لليوم مثل ما حكينا انه حيكون دجاج بروفنسال مع خضار مشويه. حنشوف المقادير مع بعض. في عنا دجاج مقطع سلايس ومتبل ومتبل، هلا بنحكي عن التتبيله. في عنا كمان فليفله خضراء وفليفله حمراء وجزر، خضار مقطع مقطعه، الباذنجان، الكوسه، الجزر، البصل، فطر، طبعا اختيار الفطر، فليفله خضراء وفليفله حمراء ناعمه، ثوم، زبده، دبس فليفله، كزبره ناعمه. حنستعمل اليوم زيت ابيض وزيت زيتون وطحين ومي وعصير ليمون. وبهاراتنا حتكون لليوم هي الفلفل اسود واوريجانو وملح. البهارات هاي اللي متبل فيها انا الدجاج مثل ما حكيت باول المقادير، انه تبلت الدجاج بزيت زيتون وفلفل واوريجانو وملح. هلا بمقلاي على النار حنشوي الدجاج مع بعض، نشعل الغاز، منحط الدجاج بالمقلاي. شرحات الدجاج مثل ما انكم شايفين انا مقطعها بشكل شرحات صغيره، طبعا انتم فيكم تقطعوها بالشكل اللي بتحبوه حسب الرغبه، بس يفضل هاي الشرحات تكون هيك مشان تعطي شكل حلو. هلا هيك نزلنا الدجاج على مقلاي. هلا بعد ما بننزل الدجاج بنخليه لحتى نحن يستوي يصير جاهز. طبعا نحن ما بنقلب الدجاج فورا، بنحاول نشوف الدجاج لحتى يستوي يعطيني انا الاستواء، بعدين بقلبه، ما بقلبه فورا مشان انا ياخذ معي المفعول هو المقلاي. فينا نستعمل نحن المقلاي المحززه او فينا نستعمل مقلاي التيفال. هلا حنحضر الصوص مع بعض، صلصة البروفنسال. بننزل زبدة على طنجرة على النار، بنحرك شوي لحتى تدوب عندنا الزبدة. بننزل الثوم على الزبدة، طبعا ثوم مدقوق او ثوم مفروم ناعم كتير. بنحرك، طبعا كمان نحن لازم نشوف هون نحن نتم عم نشوف الدجاج مشان ما يحترق عندي الدجاج. هلا بنحرك الثوم مع الزبده وبنزل بالطحين. الطحين بيعطيني سماكه للصلصه. هلا هيك نزلنا الطحين على الزبده والثوم وبنحرك. نحتاج عندنا شوية زبدة، كمية الزبدة والطحين بدها تكون متساوية. نحن مثل ما حكينا بحلقات سابقة إنه هذا الطحين مع الزبدة هو اسمه رو. هلا هيك حركنا الطحين مع الزبدة. هلا بننزل شوي شوي بالمي. مشان تتحرك كل المواد مع بعضها وما يصير في عندي حبيبات بالطحين، تاخذ كلها المفعول اللي بدي اياه انا. بنحرك مزبوط كل ما نكون شايفين عم يتخسر الصوص عندي انا وقت اللي عم نزل مي. هيك صار تقريبا الصوص جاهز، بحركه مزبوط، خليه يغلي على النار لمده 10 دقائق لحتى انا اتخلص من طعمة الطحين بقلب الصلصة. هلا بنضيف لها كمان شوية مي. هلا هيك صار عندي أنا تقريبا الصلصة جاهزة، بنخليها تغلي شوي. هلا بنروح لحتى نقلب الدجاجات مع بعض. هلا هيك تقريبا الدجاج على أول مع أول قطعة حطيناها صار جاهز، بيعطيني هذا الشكل. نرجع منحرك عنا الصلصة. هلا هيك الصلصة تحتاج كل ما احتاجت شوية مي، أنا حسيتها صارت سميكة، برجع بحط لها مي لحتى تاخذ المفعول. هلا هيك تقريبا أخذت الصلصة
كمية المي المناسبة. هلأ بنزل بالملح والفلفل الأسود على الصلصة، صارت عندي أنا الصلصة هون جاهزة. مثل ما قلنا أنه منغلي لمدة تقريباً 10 دقائق لحتى ياخد مفعول الثوم. وهلأ أنا بنزل بعصير الليمون على الصلصة، هيك صارت الصلصة أنا جاهزة. منحرك هلأ، هيك صارت صلصتنا جاهزة والجاج انشوى. هلأ حنشوف مع بعض بالفقرة الجاي، حنشوي الخضار مثل ما، وحنقطع الخضار ونشويها ونتابع الصوص مع بعض بعد ما منشوي الجاج. هلأ وصلنا نحن، حضرنا الصوص، صار عندي جاهز عم يغلي، وشوينا الجاج مثل ما انكم شايفين، شوينا الجاج مع بعض صار جاهز كمان. هلأ هننزله على الصوص. هلأ قطعنا نحن الخضار مثل ما أنا حكيت بأول حلقة كيف الخضار بدنا نشويها. هلأ هنحط طنجرة على النار أو المقلاي، منحط زيت أبيض، منقوي غازنا شوي. طبعاً أنا شاوي شوية خضرة، شويتهم كمان شوية خضرة مثل ما كنتم شايفين. هلأ حنتابع الشوي. هلأ زيت زيتون على الخضرة، أوريغانو وفلفل أسود وملح، ومنخلط الخضرة مع بعض لحتى نحطها بالمقلاي للشوي. طبعا الزيت انا حطيت زيت ابيض بالمقلاي وزيت زيتون هون، زيت زيتون بيعطيني طعم كثير طيب للخضار وقت التقديم. راح ننزل هلا الخضره على المقلاي. نحن بننزل هلا اللي بيستوي عندي، اللي بده استواء، الجزر، الباذنجان. نخفف مقلايتنا شوي، نشوي أول شيء. أول عملية هي الجزر، الجزر بياخذ شوية استواء، بعدين الكوسة، بعدين الباذنجان حطيناه مع الجزر. هلا هيك شوينا مع بعض الجزر والباذنجان. هلا بنروح لعند الصوص أو الصلصة. الصلصة مثل ما انكم شايفين صارت عندي جاهزة، انا حطيت الفطر عليها. طبعا كمان انا حكيت انه الفطر اختياري، فينا نحط فطر او فينا نخلي الصلصة مثل ما هي. هلا منحرك، هلا منضيف على الصلصة الكزبرة الناعمة، كمية قليلة كزبرة بتعطيني طعم كتير طيبة بقلب الصلصة. منحرك هلا، نحن بس ضفنا الكزبرة الناعمة منحرك شوي ومنشيل، نحن مشان نحافظ على مادة الخضور الموجودة بقلب الكزبرة. هيك صار عندي أنا الصوص جاهز. هلا منقلب الخضار مثل ما حكينا، إنه حطينا الخضار عندي هون. هلا مننزل الكوسة، مننزل الفليفلة. طبعا هيك الخضار صارت عندي كلها بالمقلاي. هلا الصلصة أنا اليوم حأعمل نوعين من الصلصة، الصلصة الموجودة عندي هون الصلصة البيضاء، وحنضيف بس دبس فليفلي على الصلصة بتصير عندي أنا جاهزة، يعني صلصة حمراء وصلصة بيضاء، فينا نستعمل الصلصتين. هلا هيك صار عندي الخضار جاهزة، الصلصة عندي جاهزة، الدجاج. هلا بعد ما غلت الصلصة بنضيف الدجاج على الصلصة لياخذ طعم الصلصة وطعم الليمون، طعم الثوم. هلا هيك صار عندي انا كل المواد جاهزه، عم تنشوى الخضره وعم ونحط الدجاج بقلب الصوص. هلا راح نشوف بعدين الشكل النهائي بعمليه التقديم. عملنا مع بعض الشكل النهائي، سكبنا الدجاج البروفنسال وسكبنا الخضره بعد ما شويناها وخلصنا. طبعا انا مثل ما ذكرت انه خلطت نفس الصوص مع شوية دبس فليفلي لتعطيني تمييز، يعني صوص أحمر صوص أبيض. وهيك صار هلأ الشكل النهائي لطبقنا لليوم، ومية صحة للجميع وتضلوا بخير.